كل ما بتأخر في زراعة الأسنان كل ما بيبقى عندي فيه مشاكل تحصل تصعب لي موضوع الزراعة بعد كده. أول حاجة مشكلة بتظهر إن أنا المكان اللي كانت السنة موجودة فيه على يمينها وعلى شمالها أسنان، بتبدأ الأسنان دي تقفل المسافة دي واحدة واحدة، وبالتالي بتصعب عليا موضوع الكراون اللي هحطه على الزراعة بعد كده. من الحاجات التانية اللي بتصعب عليا الزراعة إن أنا العظم نفسه اللي كان موجود فيه الضرس قبل ما يتخلع بيبدأ يحصل فيه تآكل، يبدأ السمك بتاعه يقل والطول بتاعه يقل. نتيجة كده بحتاج إن أنا أزود خطوة، وهي إن أنا أعمل زراعة عظم الأول وأستنى وبعد كده أعمل زراعة بتاعة الأسنان. الحاجة التالتة، إحنا اللي عندنا فوق الجزء العلوي بتاع الأسنان في الجزء ده في عندنا الجيوب الأنفية. الجيوب الأنفية دي بعد ما أخلع الأسنان بتبدأ إنها تكبر واحدة بواحدة. كل ما تكبر جيوب الأنفية كل ما بيحصل زي تآكل في العظم ويقل عندي العظم المتاح اللي أعمل فيه الزراعة. وبالتالي ده لو أنا استنيت فترة كبيرة ممكن أحتاج إن أنا أعمل زراعة على العظم لرفع الجيوب الأنفية وزراعة العظم مكانها وأنتظر وبعد كده أعمل زراعة الأسنان. وللأسف كل ده لما يجتمع مع بعضه هيزود لي الوقت اللي أنا محتاجه للخطة العلاجية والتكلفة بتاعة الخطة العلاجية.